إنه ليوم مشهود حق من كالإنغلاق في دائرته لن وتعدديته وديمقراطيته، إنما هي بين أمور أخرى عروبة المصلحة المشتركة تمثل مصالح المجتمع في كليات. وفي هذا فإن حماية العراقي وتحصينه ضد مخاطر الانزلاق نحو فتنة أو اقتتال أهلي هو مصلحة عربية عليا، بل هو من منطلق حسن السياسة ومنطق الأمور مصلحة إيرانية وتركية ودولية، ولن ينتفع أحد من تحويل العراق إلى مسرح للصراعات والتجذبات الإقليمية والدولية، إلا أن هذا لن يكون بدون توجه الجميع نحو مساعدة العراق حتى يستعيد حريته واستقلاله وكامل سيادته على أراضيه وموارده، وحتى تنجح العملية السياسية الجارية. إن العراق الآن يقف في مفترق طرق، وعراق المستقبل يظن رهنا بوفاق وطني تحققونه بعقول وقلوب مفتوحة تسمو فوق الطائفية والانتماءات الدينية والعرقية، وتعلي الانتماء للعراق وطنا لكل أبنائه. وينسجم بمفرداته مع مفردات كل واقعي. لذلك وضعنا خطا احمرا لا مجال للبعث في العراق. هذا ليس قرار شخصي اطلقه من على منصه الجامعه العربيه، هذا واقع عراقي. ذهب الوقت الذي يختزل فيه العراق بشخص واحد. العراق اليوم معمل ابطال، والذي يسقط شهيد على نظرية أنك تختار صاحب النظرية أو رجل التصدي فسيخرج ألف ألف قائد وألف ألف منظر بالعراق. أرادوا أن يمزوا واقعنا. That all of us we are Iraqi and Iraq is bringing us together. That's one. Second, are we all brothers regardless ethnicity or denomination or region. Shia or Sunni, Kurd or Arab or Assyrian. So today is a new message. I can say we are in the more than middle of the process, but this is the, one of the very important steps, a message for Arab nation, for Arab people in Iraq, and among ourselves to bring together the common language. هذا المؤتمر مهم جدا بالنسبة لنا كعراقيين. يقيننا أن الحل عراقي وليس هناك خلاف. هذا مؤتمر حوار لكي نفعل العملية السياسية لكل العراقيين.